خوتي مرحبا بكم في فيديو تحفيزي جديد. المهم صديقي، وانت كتحاول باش تحقق هدف من الاهداف ديالك، ما يهمكش امتى غتوصل، الاهم هو تستمر باش توصل، حيت السر ديال اي نجاح هو الاستمراريه وعدم الاستسلام كيف ما كانت الظروف. اعرف باللي المعاناه والصعوبات كدوز وكيجيو من وراها نتائج كتفرح وتقدر تنسيك في المعاناه اللي دازو عليك. وكاينين بعض الناس كيقولوا تال من بعد نبداو لونطريما وعمر هاد من بعد ما كيجي، وكتستمر الحياه وما كتبداش، وهنا كتحس بالفشل وكتقول صافي انا ضعت وكتستسلم للواقع. لكن ما تفكرش في داكشي اللي ضاع منك، وانما فكر اش غادي دير من هنا لقدام. ديما حط هدف قدام عينيك باش تحققه، بعد من الناس اللي غيهرسوك وغيحطموك، وكون اقرب لهذوك الناس اللي كيشجعوك وديما بجنبك وباغي ليك الخير. واستغل اي فرصة جاتك تقدر تكون هي بداية نجاحك، حيث الفرص كيجيو مرة واحدة في شحال، وبعض المرات مرة واحدة في العمر. وكل ما كنتي سباق الى انتهاز الفرص، كل ما كنتي اقرب الى النجاح، واخيرا عمرك تستسلم. الى كنتي اول مرة كتشوف هذه القناة، ما تنساش دير واحد سبسكرايب ديك البوطونة الحمراء ولايك للفيديو، وخلي كومونتير كتشجيع باش نشوفكم نرد عليك. وتحياتي لكم الدراري كاملين، ومعمركم تستسلموا حتى تحققوا داكشي اللي بغيتو.